وينضم الينا من رام الله الاستاذ نهاد بغوش الباحث في الشان الاسرائيلي. حياك الله استاذ نهاد، اهلا بك معنا على شاشه الغد. مظاهرات تكاد تكون يوميه في اسرائيل. هذه المظاهرات تطالب بصفقه وتطالب بها منذ الشهر الاول، ولكن زادت حده هذه المظاهرات في الايام الاخيره. استاذ نهاد، هل بتقديرك ذات المظاهرات التي جاءت بنتنياهو الى الحكم ستكون ذاتها التي ستسقط نتنياهو من الحكم؟ صباح الخير وتحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير. الحقيقة أن المظاهرات اتسعت وتضاعف حجمها وحتى تعمقت بمطالبها، يعني هي زادت أو تحولت كما ونوعا، تحولت من بضع آلاف إلى عشرات الألوف، تحديدا نحو حوالي 100,000 في القدس و100,000 موزعين في مدن أخرى. بالإضافة إلى ذلك انضمت حركات اجتماعية وجماهيرية أخرى لحركة احتجاج أهالي الأسرى، فأصبحت حركة واسعة جدا. ثم عمقت مطالبها بتحديد الهدف وهو إقالة حكومة نتنياهو وإقامة انتخابات جديدة. لم يعد الهدف مجرد عودة الأسرى أو بذل جهد كافي لإعادة الأسرى، واضح تماما أن هذا المطلب بات يضغط بشدة على نتنياهو وحكومته. أولا نتيجة يعني خطاب الرئيس أو مكالمة الرئيس بايدن التوبيخية، تلك المكالمة التي حددت بوضوح أن العقبة كأداء أمام الاتفاق هي نتنياهو، حين طالبه صراحة بمنح الوفد المفاوض صلاحيات لإبرام الاتفاق. أما المسألة الثانية فهي أيضا مقتل أسير إضافي خلال عملية للجيش الإسرائيلي في خان يونس. كل هذه العوامل أثبتت أن نتنياهو يماطل ويناور ويمضي في الحرب إلى ما لا نهاية حتى يبقى في الحكم وحتى لا يحل ائتلافه الحكومي. لا شك أن هذه التظاهرات بالإضافة إلى اتساع المعارضة العالمية لهذه الحرب وعزلة إسرائيل المتزايدة وخسائرها الميدانية بلا شك أيضا، كلها عوامل تدفع باتجاه إبرام اتفاق قريب، وحسب المؤشرات التي سمعناها اليوم والليلة تشير إلى اقتراب الأطراف بشكل كبير من إبرام اتفاق. في البداية كان الأمل المصري بأن تعقد هدنة إنسانية خلال أيام العيد، لكن يبدو لي أن بعض الأشكال المفاوضات كانت تجري بالخفاء دون يعني بدون خارج إطار القاهرة، تحديدا ما دفع إلى انسحاب بعض قوات الجيش الإسرائيلي من خان يونس وإعادة موضوعها خارج المدن. هذا هو مطلب أصلا للمقاومة، وهذا مطلب كانت تتعنت إسرائيل في تلبيته، ولذلك واضح تماما أن الأمور تتجه نحو تشديد الخناق على نتنياهو ونهجه في إطالة أمد الحرب بدون حدود. طيب. وبالتالي بالنسبة لسؤالك، نعم الضغط هذا فعلا سيقصف عمر هذه الحكومة ويؤدي فعلا إلى تغيرات مهمة في إسرائيل. نعم، تحدثت عن نقاط كثيرة أستاذ نهاد سنفصل فيها، لاسيما في محور انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب غزة، ولكن بما أنك تحدثت عن هذه المفاوضات، مصدر مصري اليوم يؤكد أن وفد حماس وقطر غادر القاهرة على أن يعود خلال يومين ربما الحديث عن النقاط أو ربما لتثبيت هذا الاتفاق، لأن حديث عن هناك تقدم صراحة في هذا الاتفاق كما يقول هذا المصدر. فبالتالي هل نتحدث عن هدنة خلال أيام عيد الفطر المبارك أن أنه حتى الآن ليست هناك أرضية للاتفاق السريع؟ الهدنة بالعيد هذه مسألة جانبية، يعني هي طلب مصري أو إلحاح مصري، ولا شك أنه يحظى بدعم قطري وأمريكي بسبب العيد، يعني هذه مسألة جزئية، لكن من الواضح يعني أن تقصد كل البنود الأخرى تجزئ ربما القضية الفلسطينية ويجب النظر فيها ككل، يعني وقف إطلاق النار بصفة نهائية. ممكن جدا، ممكن، لأنه الوفود سوف تعود بعد يومين، يعني ربما يكون هذه فرصة لإبرام اتفاق حاسم ونهائي، أو على الأقل طبعا كل الحديث هو عن المرحلة الأولى بالاتفاق وليس عن اتفاق شامل لإنهاء الحرب، هو عن المرحلة الأولى التي تتحدث عن 6 أسابيع من الهدنة وإطلاق سراح حوالي 40 أسير إسرائيلي مقابل الشروط المعروفة للمقاومة. على كل حال ما نلحظه وهذا مهم جدا، أن معظم مطالب المقاومة التي كانت تطالب بها المقاومة في جلسات التفاوض وترفضها إسرائيل تحولت إلى مطالب المجتمع الدولي كله، حتى الرئيس بايدن طالب بها، وقف الحرب، عودة النازحين إلى أماكن سكناهم. طبعا هي جاءت صيغة أخرى أنه لا يمكن قبول أنه اقتطاع أي جزء من قطاع غزة، بالإضافة إلى عمليات القتل العشوائي واستهداف المدنيين،
وبالتالي واضح تماما ان الولايات المتحده رمت بكل ثقلها في هذه الجوله من المفاوضات. يبدو ان لديها رغبه جامحه لدى الاداره الامريكيه لكثره ما اصابها من حرج امام جمهورها وامام ناخبيها وامام العالم. كل هذا الدعم الذي قدمته لنتنياهو لم يقابل الا من القران الجميل والتشدد والمضي في جرائم الاباده التي افتضحت على مستوى عالمي، لم يعد احد يقتنع بان هذه الجرائم هي جزء من حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. طيب، صحيفه معرفه اليوم تقول استاذ نهاد ابو غوش ان هناك ربما احد الويه الجيش الاسرائيلي متمركز في الشمال من اجل منع عوده الفلسطينيين الى الشمال، وهذه تعرف حضرتك ان هي لب الموضوع وخلاف كبير ما بين حركه حماس وما بين الإسرائيليين. هل من الممكن أن تؤثر هذه النقطة على هذه المفاوضات الجارية أو لا ستستأنف بعد يومين في القاهرة؟ هذه النقطة كانت هي العقبة الأكبر في كل الجولات السابقة، وهي عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في شمال قطاع غزة. المعروف أن إسرائيل هجرت نحو 1.25 مليون إنسان من مدينة غزة، طبعا ليس كلهم، بعضهم عاد بعضهم صمد. كل التجويع الذي سمعنا عنه والفظائع التي ارتكبت في مجمع الشفا كانت تهدف إلى تهجير البقية، لكن ظل صامدين هناك نحو ما بين 300 إلى 400 ألف شخص، وهجر أكثر من 700 ألف. عدد سكان مدينة غزة ومدن الشمال حوالي 1.25 مليون. هدف إسرائيل هو إقامة شريط، وهي فعلا شقت طريقا من وسط قطاع غزة منطقة جحر الديك باتجاه البحر حتى تفصل الشمال ومدينة غزة عن الوسط والجنوب. طبعا هي ليس بالضروره ان تتواجد ميدانيا كقوات، لكن هي يمكن ان تمنع عوده النازحين بالنار وبالمسيرات وبالتصدي للناس باطلاق النار عليهم كما حصل في مرات سابقه. واضح تماما ان اسرائيل تهدف لتنفيذ مخطط استيطاني توسعي احتلالي في هذه المنطقه دون الاعلان عنه. لماذا لا تعلن عنه؟ لانه لو اعلن عنه سيؤدي الى إثارة عاصفة من النقد العالمي أولا، ثانيا قد تؤدي إلى تنافر داخلي، احتجاجات وخلافات داخل أطراف الائتلاف. ولذلك تبقي إسرائيل هذه الخطة غير معلنة، ليس واضحا ما هي معالمها، مع أنه بعض الأوساط الإسرائيلية تريد الاستيطان وعقدت مؤتمر من أجل هذه الغاية. فبالتالي نعم، هذا هو جوهر المخطط، وهنا تتشدد إسرائيل. في الهدنة السابقة التي وقعت في أواخر نوفمبر، إسرائيل تصدت لكل محاولات الناس العودة إلى الشمال، حتى أسلحة التجويع والتدمير الشامل والقتل ويعني بدون أي تمييز، ومسح أحياء بكاملها وتوسيتها بالأرض كما جرى في أحياء الشجاعية والتفاح وجباليا، كلها هي محاولات لفصل شمال قطاع غزة عن الجنوب. ولذلك بقي لواء واحد من الجيش الإسرائيلي اسمه لواء الناحل، وظيفته الرئيسية هي منع عودة الناس إلى شمال القطاع. لكن اعتقد طبعا اسرائيل عرضت فكره يعني سخيفه، وهي السماح بعوده 2000 شخص يوميا من النساء والاطفال. معنى ذلك انها تريد ان تقسط عوده الناس على مدار 600 يوم، وهذا امر مستحيل لا يمكن الموافقه عليه. الخلاف يتركز الان حول هل يخضع العائدون لتفتيش اسرائيلي ام لا يخضعون، هذه هي النقطه الخلافيه، وهل يكون هناك ممر واحد لعودتهم ام تفتح كل الممرات وخاصه شارع صلاح الدين وشارع الرشيد لعودة حرة ودون تفتيش للنازحين. هذه هي المسألة الخلافية الأبرز، ويبدو أن ثمة حلحلة ما لها من بسبب يعني تدخل الوسطاء الكثيف. تدخل الوسطاء أم ضغط الأمريكي على الجانبين؟ كل العوامل تضغط على إسرائيل. أنا أعتقد أن بعض عوامل التي كانت في صالح إسرائيل في البداية تحولت ضدها، يعني مثلا سلاح التجويع كان هذا هو السلاح الأقصى بيد صحيح. إسرائيل ضد الفلسطينيين، والعنصر الأكثر ضغطا على المقاومة لدفعها إلى إنجاز أي تسوية، لكن هذا السلاح انقلب رأسا على عقب بعد مقتل عمال الإغاثة. طبعا مقتل عمال الإغاثة والاحتجاجات الواسعة، حتى جرائم الإبادة الواسعة والقتل بدون تمييز وما يسمى الذكاء الصناعي في تنفيذ عمليات القتل، بلا شك أن كل هذه العوامل أيضا تحولت إلى عناصر ضد إسرائيل. الاحتجاجات الداخلية عنصر مهم جدا أيضا، وأيضا الضغط الأمريكي بالإضافة إلى العزلة المتزايدة لإسرائيل على امتداد العالم، وتلويح بعض الدول الصديقة لإسرائيل بالعقوبات، تحديدا بريطانيا وإيطاليا فرنسا هولندا، هذه دول تاريخيا صديقة لإسرائيل
بدأت يعني بحظر شحنات السلاح، ومن المتوقع أن تمتد العقوبات أن تمتد إلى مجالات أخرى سياسية وتجارية واقتصادية، وحتى التبادل بين الجامعات والتبادل الثقافي وما إلى ذلك.